وصلنا معكم لفقرتنا المخصصه للاكسسوارات. اليوم رح نتعلم مع سميه مارديني خبيره الاعمال اليدويه كيف ممكن نعمل فواصل للدفاتر او الكتب بطريقه كثير بسيطه وسهله، وكمان رح نتعرف معها على عده موديلات خاصه للاكسسوارات الرجاليه وشو دارج هالايام. صباح الخير سميه. صباح اهلا وسهلا. صباح الخير سميه، اهلا وسهلا فيكي. يعني هلا موسم المدارس واليوم بلشوا طلاب الجامعه كمان عامون الدراسي الجديد. من الأمور اللي بتساعد الطفل أو حتى الطالب الكبير إنه يحب الكتاب ويحب المادة اللي عم يقرأ فيها، هالزركشات اللي بتكون على الأقلام، المقلمة أو حتى الفواصل بالكتب. طبعا. شو محضرين اليوم فواصل؟ هلا أول شيء هي فكرة شوي جديدة وغريبة، إنه نحنا نحط بدل ما نتني صفحة كنا نتعود نتني صفحة وقت نوصل عند المحل اللي وصلنا له. هلا صرنا ما في داعي نتني صفحة وننزع الكتاب، صار لازم نحط شيء مرتب بزين الكتاب اللي أنا عم أقرأ. وبنفس الوقت مثلاً إذا عندي حدا عم شجعه على القراية أو عم علمه جديد إنه يبلش يقرأ، هيك بتشجع بلاقي في شيء مزين يعني. فاصلة الكتب هي فكرة كتير غريبة، عبارة عن إكسسوار، يعني كيف كنا نشتغل الأساور وال... فينا حتى نستفيد من إكسسوارات موجودة عنا. يمكن تماماً، طوق قديم أنا ما بكبه صرت استعمله هلأ فاصلة كتب. هلا مثل هي، هي موديل نحن القماش اللي كنا عم نستعمله أساور، وبنفس الوقت هي كانت نستعملها طوق، هلا صرنا عم نستعملها فاصلة كتب. هي بتنفتح بنحط بقلبها صورة. تمام يعني هيك كتير حلو انك عدة استعمالات زين كتابك يعني. بهيك شيء بس كيف بدي استخدمها هي كفاصلة كتب؟ تمام. هلا هي كتير قصة سهلة، انه انا بس تجي على قد الكتاب وازود منه بشوي، بنحطها بهالطريقة. ما بتتثبت بالكتاب؟ فيني ثبتها امبارح؟ فيني ثبتها. تمام. ممكن تثبتها. اللي بتثبت بالكتاب هي مثل هي. تمام. بتجي عن طائر. عم شوف الخيميائي يمكن، هي مهضومة. الخيميائي يمكن ما في حدا بسوريا مو قريانه. ابدا. هي الرواية لباولو كويلو. عن جد. هي مهضومة لأنه هي من بتفوت من قلب الكتاب وكمان من برا بتصير. بتفوت من قلب الكتاب وهيك فيكي تمسكيه. ولا هل يعني هالفاصل تبع الكتاب شو على الموضة يعني؟ على الموضة، ما هيك دريم كاتشر. تخلصي قراية يا رنا بتاخديها أسوارة. تمام. تمام. هدول حلقات وكل شيء. هلا مثلا عندي هدول للأولاد الصغار، يعني أنا مشان شجعهم إنه يبلشوا يقروا. الشخصية الكرتونية يلي بيحبها الولاد، هلا حارفع هي هيك لفوق لتبين. لتبين أكثر. تمام. الشخصية الكرتونية يلي بيحبها الولاد فينا نعمل له إياها بالطريقة. كمان أحط له إياها بالكتاب مشان يزين كتابه، بتشجع يعني بصير بحس إنه في حركة بالكتاب ما له جامد يعني. تمام. هلا مثلا في عندك هي فيها هلال. يعني لكل المناسبات. هلا كل شيء كنا نحن عم نستعمله اكسسوار خلال السنه، كل شيء موضه اكسسوار استعملناها خلال السنه عملتها فواصل كتب. حلو. يعني حتى عندي مثلا هون الورد المجفف، عندي هي مثلا اللي بتضوي بالليل، شفناها بحلقات سابقه. تمام. يمكن ضوء القمر اللي بيضوي بالليل. حلو. عندنا الورد المجفف، هدول كانوا حلق كمان فينا نعمله فاصل للكتاب. حلو كثير مناسب لعنوان الكتاب اللي عم تقريه، بنات حواء. بنات حواء الثلاث. ورواية حلوة كثير. فكل شيء ممكن انا استعمله هو فاصل الكتاب يعني، وهيك بزين ولقى كثير رواج. حلو كثير. معناتها نحن اي اغراض سميه موجوده عندنا، يعني نحن مثل ما قلت يمكن يكون في عندنا اساور صراحه ملينا منها او حلق ملينا منه او راحت موته او خلص ما عاد بدنا، بس ممكن نستخدمه بهي الطريقه. انت اليوم حتعلمينا كيف نقدر نعمل فاصل للكتاب. شو بدنا اغراض اول شيء؟ اول شيء بدي هي القماش. القماش. تمام. واي شيء مثلا انت بجوز تكون حلقه راحت يعني الاخته الثانيه، انا ما بكبها خلص فيني استعملها انه بحطها للفاصله الكتاب وبستعملها. أوكي. هلا قبل ما نشتغل بس في فكره كمان ثانيه، في ناس ما بتحب القماش، فانا طلعت القصه انه نحن نعمل فاصله الكتاب باشكال. تمام. حلوين كثير باشكال، يعني هيك مثلا البومه اللي كل البنات بتحبها. وهي القصة كتير سهلة، هي عبارة عن تجليد حراري بس وكرتون وطباعة. أوكي. يعني مو قصة صعبة. هي حلوة مثلا لمصحف أو شيء يعني. حلو. أو برمضان وفيروز. تمام. 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 نحن شو منحب صورة منجلدها حرارية. فينا حتى نعمل صورة شخصية، يعني كتير حلوة إنك تحط صورة شخصية وتهدي كتاب لشخص كهدية. حلو. تعمل له هلا معرض الكتاب لازم الكل ينزل على نقوا الروايات وعملوا لهم فاصلة كتاب حلو. حلوة وعطوها هدية كتير قصة حلوة ومميزة يعني. تمام. هلا لحتى اشتغل
شو محتاجين غراب؟ محتاجة القماشة. القماشة اللي أنا يعني فيني جيبها من وين ما كان، هي ما لها قصة كثير صعبة أبدا. أول شيء أنا بدي آخذ قياس الكتاب وأزود شوي لحتى يبقى عاطي مجال من الطرفين مثلا هيك، وخلص أنا بقص. تمام، يعني ما لها قصة صعبة أبدا. أخذنا الطول معناتها اللي بدنا إياه، الطول اللي بدي إياه وبقصته. في عندي شيء انا بستعمله. شو الاكسسوار؟ لا هلا الاكسسوار الورد اللي موجود جاهز. موجود جاهز. ايه بس في قبل ما اشتغل عندي بحاجه انا بس هي القطعه. يعني نحن بنقول لها مشبك او شيء، مشبك او هيك شيء. تمام، هي بدي فوتها واكبسها، ما شرط من الطرفين، ممكن من الطرف بس اللي انا بدي اعلق فيه التعليقة يلي أنا بدي إياها. أنا بكبسها مظبوط هيك. بحاجة بقى لحلقة، الحلقة يلي أنا لازم علق فيها دائماً. هي صديقة الإكسسوار الحلقة اللي مدورة، ما فيها نستغني عنها. يعني أي شيء بدي أشتغله بدي هي لازم الحلقة. يكون في حلقة طبعا. أكيد ومثل هي الحلقة اللي هي بتنفتح فتحة صغيرة بنقدر نحن ندخل فيها القطعة الإكسسوار. مثل هدول هن حلقات، حلقات خالصين، بس انا رح اساويهم فاصله كتاب. اوكي تمام. حنقي اللون مثلا الزهر. هلا انا هلا الحلقات هنا مو مخروبين، بس انا جبت الحلقات لحتى ورجي انه انا فيني لا عليك مخروبه ولا منيحه. هي طلعت مخروبه. تمام، يعني انا هلا هون ما فيني كبه للحلقه، هي بقيم بس التعليقه اللي فوق. التعليقه يلي فوق. اوكي خلص ومنعلق هون. تقريبا نكون خلصنا. نكون خلصنا تقريبا. يعني شغلتها بسيطة. شغلتها بسيطة وحلوة ومميزة. انا بس عم بطلع انه هو البنس اللي معك هو كتير صغير، فانه يعني بده هيك بس شوية انا ما في انا حركة، يعني حركة ناعمة. يعني بنس صغير لانه أوكي. ما فيك تشتغلي بالكبير. هي بترجع ذوق لكل حدا مثل ما قلتي، بيختار الاشكال والمناظر اللي بيحبها. خلينا نروح هلا للموضوع الثاني اللي بيهمنا. بيهم ورد. شو في اكسسوارات رجالي بهالموسم؟ هلا وصلنا تقريبا لبدايه الخريف والشتاء، شو دارج الوان، شو دارج موديلات، شو ممنوع شو مسموح؟ الاكسسوارات الرجالي رح نحكي شوي هلا عن اساور، مالي رح اتطرق او بحكي شوي كمان أوكي. عن الاطواق. هلا الرجالي كان دارج كثير الحجر، ولا ما زال يعني الحجر الطبيعي اللي هن هدول. هدول ما لهم حجر عادي، يعني نحن لما بدنا نشوف هي القصص هذا كله حجر طبيعي، يعني مثلا هيك بنقول له حجر بركاني اللي بيجي مخرم. وما زالت دارجه قصه الكوبلز، البنت والشاب مثل بعض يعني تقريبا. تمام، انه شاب وبنت يجيبوا أيوة. مثل اسواره بس مثل بعض، بس واحده للبنت واحده للشاب. تماما. هي القصه ما قدرنا نطلع منها، ما زالت دارجه وكثير كمان. اللي درج معاها يلي هي الاكسسوارات الجلد. خلينا نشوف الجلد. تمام، انا بحبهم هدول اساور الجلد بصراحه، بتحسيهم كثير حلو. الاساور الجلد كلاس اكثر، بتحسيهم بيلبقوا والجلد على الشتا حلوين. تماما، يعني ديلي ويونيفورم حلوين كثير. الجلد شوي لنطلع من نطاق الاسواره الجلد العاديه يلي كانت دارجه للشباب اللي هي ساده. فهلا صرنا نشتغل اسواره بثلاث اساور، ضفرتين واللي بالنص في لها اشكال. تمام، كله بحرية حاسس. هي الموديلات الدارجة دفة. هيك دارج هلا، يعني هلا أكثر الموديلات الدارجة المرسات دفة والنسر، ولسه في تبع الأثقال. البادي بيلدينج، يعني الأشكال اللي هيك بتلبق للشباب أكثر شبابية. يعني. تمام أوكي. حلاوة هي الأسوارة قفلة كثير حلو، بس لنورجيكم قفلة. أوكي هلا هي هيك. تمام أوكي. يعني ثلاث اساور سواء انا عم يحط الشاب، وبتبين كل وحده كانها لحال. قفله مو مثل القفوله العاديه، قفله بيجي من فوق تزرير. حلوه كثير. تمام تمام، يعني قصتها كثير سهله وعمليه. طيب خلينا نشوف الثالثه، هدول الاشكال يمكن شفناهم. الثالثه لا هي هي الثالثه، الثالثه حجر طبيعي. تمام، نقي يا رنا. ايوه استحلي. لا بس كثير عم بتطلع على الاشكال مثل ما قلنا، الحجر حلو. الحجر حلو. الاكسسوار اللي داخل هو كله يعني بيلبق مثلا تاج، مثلا تاج الهيك. طيب هون انا بدي اسالك سمية، يعني مثل الزهر مثل هالالوان يعني، او حتى الاخضر عم يحبوها الشباب، وما بتحسيها بناتيه اكثر؟ لا على فكره،
الاخضر لا، الاخضر بياخذوه الاثنين. الزهر زهر هي بناتيه، اي هون هي من ضمن الكبلز. تمام، هون للبنات هون للشب. طيب هلا في اللي بعد منها كثير حلوه، التنين التنين اللي يعني جاي اخضر والاسود سوا بالنص. التفاصيل حتى اذا شفناهم كثير مهمين. اي هلا مثلا انا يلي لابستها تنينين وبالنص عين النمر. تمام، حسيتك مثل مورتال كومبات اخر شيء بيطلعوا اشقع منهم. طيب شو الممنوع بالشاب اللي بده يلبس اكسسوارات؟ شو بتقولي له انتبه ما تعمل هيك؟ انتبه ما تخليت كثير، ما يعني تعجق، ما تعجق كثير. تمام، بدك تحط حط اي اوكي، وحتى لو اكثر من اسواره بس يكونوا متناسقين مع روح بعض. وحده روح وحده، وانتبه ما تخلط الوان. تمام، يحط الاسواره مع الساعه او لا؟ ايه اوكي، ما في مشكله. لا في، ما في مشكله. بس نختار الاسواره الصح مع الساعه. يعني هلا في اساور بتجي دبجه مع الساعه. تمام، في اساور بالعكس بتعطي الساعه جماليه اكثر يعني. مزبوط. تمام، ننتبه ما نخليت الوان. يعني هي اهم شيء، او مثلا هي اهم شيء اللي لابق لحجم الايد. يعني هلا الشاب غير الصبيه، يعني الصبيه دائما بتجي انعم، الشاب بيجي الايد اضخم. فانا في شيء مميز، في شيء لازم دقق عليه حجم الايد. كمان هذا بيلعب بعرض الاسواره اكثر. تماما، وانا في شغله ما بعرف اذا رنا بتوافقنا، بحس انه اللي بده يلبس رسمي ويلبس مثلا هذا الحجر الاخضر مع البدله بتحسيها غليظه نوعا ما. لا مو ظابطه ابدا. يعني هلا لما بده يلبس رسمي وبدله وهالقصص هي، فانا بتجه للجلد اكثر. بعد عن هذا المبدا، هذا المبدا اسبور يطلع لابق اكثر. ايه تمام، يعني هيك مبدأ لما بده يلبسه بده يكون لابس لبس كله كامل سبور. أما لما بده يلبس رسمي لا، أنا بتجه للجلد، للجلد وللكارتير للبلاكات هالقصص. هي بتلبق أكثر أكيد مع شيء رسمي. بتشكر كثير سمية على وجودك معنا على الأفكار الحلوة والبسيطة. أكيد إن شاء الله يكونوا مشاهدينا استفادوا منها. شكرا كثير. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك يا سعد صباحي. صباحكم.